جماعة والله سبحان الله، شوف شوف ساعة كان مطر ومطر غزير، الحين شوف القاع ما حاشها ولا شيء، بس لفيت لفة يعني المطر وراي تقريبا خلينا نقول بكيل، شوف شوف ترى ما حاشها شيء القاع، سبحان الله هي غيمة. الجو هني ما في مطر، الجو هني مطر واجد بعد سبحان الله، يمرون عليه بعض السيارات الجامعة تلمع ما حاشها أبدا مطر، ما شاء الله تبارك الرحمن. الجو اليوم يعني صحيح شهر 5 بس الجو شهر 2، يعني الجو صراحة هلا فبراير، هلا فبراير صدق الجو تبارك الرحمن مع الغيم عجيب. في أماكن بالكويت تروح لها كأنك مسافر أصلا مو بالكويت، هذا المول ثاني مرة أجي، المطعم اللي هناك اسمه فيو وهو فيو خيالي صراحة، قلنا اجتماع اليوم ريوقنا هناك في فيو. كاملة فيها الفلافل كل شيء صح؟ هي حتنزل على الطاولة فيها فلافل. يلا فلافل يلا بانتظارك بانتظارك تمام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أهم شيء بطاطا حارة فلافل، وين اللبنة؟ هذه اللبنة، التعب على اللبنة، جيمر وعسل، الريوق كامل. أنا عاد والله ترى محب للزيتون، بوب 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 فلافل، هذا من ضمن ال نعم القائمة. السلام عليك، هذا ترى كله أوردر واحد، هذا الحين ريوق كله اوردر واحد، بالبيض ما شاء الله الراهي، بالفول، بالجيمر وعسل، فلافل، حركات، والحبيب الحين يصور برا والثاني الحين ما وصل. ابلش يا جماعه اكل ولا انطر؟ استاذ عبد الرحمن وين المؤنس؟ يا جماعه قويه المؤنس قاعد يمشي رياضه. اي رياضه، تعال بس هذه الرياضه، هذه الرياضه. كل اللي على الطاولة ترى أوردر واحد اللي هو الريوق، بس تطلب ريوق يجيك كل هذا ما عدا الكرك، احنا طلبناه زيادة، ولا كل هذا الفول، البيض، اللبنة، البطاطا حرة، البطاطا حرة شكلها قوية، كل هالشغل هذا كله مع الخبز الفريش، وأنا جاهز ومستعد، نقول بسم الله. يا سلام، شوف 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 هذه ترى على فكرة جبنة الفيتا بس مع العسل، هذا أوردر تطلبه بروحه عاد. اوه هذه زعتر بالجبن، شلون يقصها؟ تسلم تسلم. يا اخي لازم اوبن اليوم، لازم اوبن. شوف الاوبن مالكم هذا كله وانا هذا الدايت مالك. يا سلام، هذا الاوبن مالك، تمت لك. هذا سناك، هذا طبق مفتوح اليوم لك. ما شاء الله محمد، من العيد الى اليوم، من لما كنا بالمعسكر الى اليوم، عطنا تقرير وزن. شفنا في التجربه كيلو كم كيلو كم كيلو كم كيلو اخر ميزان متى؟ اخر ميزان قبل اسبوعين، اول ما رديت ما اخذت ميزان الحين. لا الحين شهر. نظام صلى لهالدرجه. انزين اخر ميزان قبل اسبوعين كم؟ اللهم لك الحمد. نازل 12 كيلو من اول يوم عيد، واليوم ما راح تاكل ويانا. لا لك والله صمله ما شاء الله. اوه هذه كرواسون بيض تركي افوكادو دايت، هذا افوكادو. محمد هذا قمه الدايت يا محمد. كافئ اليوم يعني، كافئ نفسك اليوم، كافئ نفسك. اوه هذه نفسها بس حلو محمد، ما ينفع حلو؟ لا لا حلو، في املاح، في املاح املاح. ها افوكادو احسن، خليك على افوكادو. يا سلام يا سلام يا سلام. ما غيرت رايك؟ يعني الجيمر نفسه تركي، الجيمر تركي والعسل تركي، والعسل تركي. يا سلام، يجي مع السميد؟ مع السميد، ما بعد بكمله بعد. وهذه لبنة، اوثنتيك لبنة. اوثنتيك لبنة، مكسرات فوقها؟ مكسرات فوقها.
الله الله، هذا يقول لك كريسبي بوتيتو اومليت، يعني فوق بطاط وداخل اومليت، بس البطاطا كريسبي. حركات. وهذه حمسة حلو. تسلم تسلم تسلم. على مونس الحين صامد طقطق طقطق في التليفون طقطق في التليفون. ما شاء الله ما شاء الله مع المكسترات بعد. المكان جميل والفيو هناك او مطعم فيو على الفيو صراحه قوي، واكلهم بعد تبي الصراحه يعني ريوك جبار. حطه حطه بالجدول، يستاهل شوف فيو ومذاق. تكفون بوريكم بيت يا اخي، والله ودي اطق الباب ويطلع راعي البيت واحب راسه صراحه. لا لا ما شاء الله تبارك الرحمن مهتم جدا بالاشجار. في بيتين، واحد وراي طاف هذاك حلو، وهذا شوف شوف الشجره هذه، ودي اعرف شو اسم الشجره هذه يعني وكم عمرها، يعني ما اتوقع المنطقه يعني قديمه. شوف شوف ما زرع كونكاربس، ما زرع بس شيء مرتب. الله يبارك له، الله يبارك الله يبارك لك. هذول ما شاء الله تبارك الرحمن بيوتهم ترى نفس الارض، نفس الشيء الكويت الكويت نفس الشيء، ما في فرق بين بيتك او قدام بيتك وبيتهم، الا انه شويه اهتمام بس. لا تزرع وانت اصلا ما اكرمت الارض من ناحيه سماد او تاسيس، وما مددت سالفة هوز يوم يزقي سايق ويوم ما يزقي، يوم نسينا وسافرنا ماتت مر الصيف حرقها. أكيد الصيف يبي ماي، بعد يبي ماي زود. جمعي ثلاث أشياء بس. تبي تروح الجمعية ليش؟ عشان أروح أشتري ثلاث أشياء. خلاص الحين إذا خلصنا الدكتور شاف عيونك وقال عيونك زينة، نروح نشتري ثلاث أشياء. ثلاثة بس صح؟ لا أربعة. أنت قلتي أنا ما قلت. لا أربعة خلاص. خلاص أربعة. انت شنو؟ ما اثوفك؟ اي عشان حاطين لك قطره التوزيع هذا. لا لا خلاص عادي عادي، ما تشوفين الحين؟ هذا منو الحين؟ هذا منو؟ هذا منو؟ منو بتليفوني؟ حاطين لها قطره التوزيع. شنو؟ جميعة. جميعة؟ لا جميعة. جمعية. اوكي اوكي ودي تقولي انت وين بتروحين؟ جميعة. شنو؟ تبي روح جميعا؟ خلص الدكتور شوف عيونك. منو؟ دكتور طلع. أول صديقك. لا مو هذا. ها. آه. أعطاني كان هذا رحنا. أي هو بلا. الحين صديقك هذا مال العيون. اللي تقولين يمين يمين بعدين يسوي لك كذي يطلعين داخل يقول لك صح ولا لا؟ الحين يجي. لا هذا يجي مني؟ إي هذا عياك بعد شنو؟ إيوه. نعم. لا. هذا كان رحنا، هذا كان هذاك دكتور ثاني ببن سينا اللي قال اعطيني عيون اعطيني نظارتك. هذاك شو اسمه؟ طارق. تشوفين ولا ما تشوفين؟ الحين راح نكتشف. يلا 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 نور. شنو عطوها؟ قولي تكمل تكمل قولي بس عاي نفس الكلمة قولي. هذا قطرة. شو يعطوها؟ قطرة. دكتور طلال عبد الجليل صراحة من الدكاترة اللي والله من باب النصح أقول لكم عنها، لأن متعمد ترى خذيت الكرت بس عشان أصور لكم، لأنه فعلا يستاهل. لو تسأل أي دكتور عيون بالكويت يعرف دكتور طلال عبد الجليل، أصلا هو يدرس بكلية الطب يعني بروفيسور مساعد في كلية الطب، وهذا رغمه يعني هو بالنسبة لي دكتور العائلة يعني من أمي سوى عملية حق أمي
وباجي عيالي كلهم نتابع عنده. شوف منظر مطار الطيارة. بعد شوي معزوم في مطبخ اوف كورس. معروف اوف كورس الوجبات الصحية، بس عندهم اكثر من 120 وجبة جديدة مسوين ايفنت بالمطبخ، نبي نجربها. سلام يا سلام، انا اليوم اشبه بحفلة، بس حفلة باطباق صحية. اوف كورس ما شاء الله تبارك الرحمن ساعة سولفون كسرت حاجز 4000 مشترك تبارك الرحمن. فال4000 مشترك يبيلهم يعني مثل ما تقول منيو متجدد باستمرار. اليوم مطلقين 106 وجبات او 106 اصناف اضافية على المنيو، منهم 50 مين كورس و25 سلطة جديدة راح تكون موجودة في مطلع الاسبوع القادم بالمنيو بنفس التطبيق بنفس الشيء. واللي عرف بيشترك باوف كورس يعرف النظام انه من خلال التطبيق اللي تنزله تشترك معاهم تختار وجباتك حق باجر وبعد باجر الشهر كله، وتقدر تغير اذا تبي تغير وجبه، يعني اذا جازتك وجبه اليوم ذكتها حلوه تبي تكررها مره ثانيه تقدر تدش على جدول باجر عقب باجر اللي بعده وتغير بالجدول اللي تبي. الاطباق الجديده في شيء مين كورس، عندك مثل هالباتر تشيكن، هذه الوجبات كلها وجبات رئيسيه، غير طبعا السلطات، غير الشوربات اللي توها نازله. يعني هذا قسم فيه سلطات، 25 نوع سلطه راح تكون جديده بالمنيو ابتداء من الاسبوع القادم. كل هذه سلطات جديده، هذه بعد مجموعه جديده توها نازله او راح تنزل بالمنيو. شوف 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 تكفى، شوف شوف الباميه، هذا غرامي صراحه. زين، هذه كلها وجبات جديده راح تنزل بالمنيو. شوف يا حبيبي، شوف هذا واحدة من الاوردرات اللي توها نازلة بالمنيو، المربيان هذا. هذا طبعا شكله راح يجيك كذي بالشكل هذا، دقوس وربيان ترتيبات كاملة. ومن الاطباق اللي يعني اول مرة تنزل في اوف كورس هو قسم السوشي بانواعه، راح يكون السوشي موجود في منيو اوف كورس بانواعه كلها تقريبا، راح يقدم بهذا الشكل. بحكم اني مجرب اوف كورس ومجرب السويت في اوف كورس، اليوم اللي القى فيه هذا الكريمي ديت بايت، اليوم اللي القى فيه بالمنيو هذا يوم السعد عندي، تلقاني على طول اختاره وانا مغمض. هذا لذيذ جدا، واحد من الاطباق السويت اللي موجوده في اوف كورس، كله يعني في تنوع كبير، موجود عندك اكثر من شيء، لان هذا المانجا في يعني مثل ما تقول تنوع. لكن انا عن نفسي هذا ما انساه، اذا دائما لما بالمنيو وانا قاعد اختار لما اشوف هذا على طول اختاره. شوف اسمه، احفظ اسمه، جديد جديد جديد. كل هذه الاوردرات توها نازله في منيو اوف كورس او راح تبدا باذن الله من الاسبوع القادم. اوه اللي يحبون اتوقع شبزي، ايه كاين لك شبزي. وهذه كلها الساندويتشات والبرجر، في شيء دجاج، في شيء لحم، في شيء فلافل بالشكل هذا. هني بعد عندك يعني صراحة هذه اللي يبي شيء مرتب، هذا إذا مرت عليك ليمون جراس تشيكن ساندويتش يكون عبارة عن دجاج بتتبيلة الليمون جراس، لذيذ هذا. الشوربات، شوفوا كم شوربة، 2 3 4 5 أنواع جديدة نازلة في المنيو من ضمن 106 أوردر جديد أو 106 وجبة جديدة نازلة بالمنيو. هذا الجينجر شوت، أنا شخصيا أحب الزنجبيل وأحب الجينجر، وسبب حبي للزنجبيل الأخ هذا من كثر ما يمدح الزنجبيل. وين زنجبيل؟ عطني. لا الحين اجيب لك، بس عطنا كلمه بالزنجبيل. والله انت اللي ترى من فيديوهاتك صراحه قمت احب الزنجبيل. تسلم تسلم. شوف الزنجبيل في ماده داخله الجنجرول، جنجرول اللي تعطيه طعمه اللاذع، اي الحرقه هذه. اوه هذا اقوى مضاد للالتهابات في العالم. اسمع اسمع، اي مو كل يوم، مره كذا مره، بس خافي لانه قوي وايد، يعني مره مرتين بالاسبوع، مره مرتين بالاسبوع خافي تعطيه كل يوم. ما شاء الله تبارك الرحمن، اوف كورس مساء يحتفلون ان حصلوا على شهادة الايزو بالسيفتي فود على مستوى المطبخ، كذلك انهم ما شاء الله تبارك الرحمن الان هم يخدمون 4000 مشترك، فتخيل انه واثق فيهم 4000 مشترك وبشكل يومي، غير اللي خدموهم قبل، يعني غير اللي وقف
راح اتكلم عن الاكتف الان. مسوين عرض وخصم خاص لكم للي يستخدم هذا الكود Q8Bing 50 مطروح لك او طايح لك 50 دينار من الاشتراكات الشهريه بانواعها. يعني اي اشتراك تشتركه 26 يوم او الشهر طايح لك 50 دينار. اتوقع بعد ال 50 ما راح يكون في ارخص من هذا العرض الان، قوي صراحه، وراح يكون ترى بس هاليومين وينشال العرض. فاللي يبي يستخدم كود Q8Bing كله كابيتال لتر Q8Bing 50، بس نزل التطبيق واستخدمه ويكون طايح من السعر 50 دينار.